حبايبي كرام، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كل شيء تمام. يا احنا ناس حبايبنا، رجعنا لكم مقطع جديد يا اساطير مثل ما انتم شايفين. حبايبي كثير متحمس، كلش فول شباب، اوكي؟ يعني باين من الوضع انه حبيبي والله كلش زين. تمام، بلش نشغل الميوزك بدنا يا اساطير. تمام، نجي لهون شباب وراح ندخل نفرجيكم شباب الحاضره الجديده. شباب اسم الحاضر الشباب الشينوبي، يعني شو معناته؟ النينجا، اوكي؟ طبعا حبايبي انا بعرف كثير متحمسين ادخل الحال هذا وكل شيء شباب، بس لكن قبل ما نعمل اي شيء يا اساطير لا تنسوا تصلوا على حبيب محمد عليه الصلاه والسلام يا احلى ناس، ولا تنسوا باللايكات وشيروا البرتغال دي على الويل. ليتس جو. اند شباب كل الناس الحلوه اللي داخله جديد، الله يسعدكم يا احلى ناس. بتمنى من كل اسطوره شاب اللي مش مشترك يشترك حبايبي. وشيء كثير مهم شباب، لا تنسوا تشتركوا بقناتنا الثانيه شباب، اريكو جيمنج شباب، الناس الجايه الجديده شباب. بلشنا محتوى تاني اللي هو محتوى الجلد وكل شيء غير الحرق والاحداث وكله على بعض تسريبات يعني بهالقناه هاي، اوكي ليديز اند جنتلمان. اوكي حبايبي، ولا انستغرام شباب مثل كل مره، اوكي يلا ليتس جو شباب. بتبدوا شايفين شباب عندنا حاضر الشوني شينوبي، فرجوا معي شباب هذا الاكثر واحد. طبعا شباب مثل ما انتم شايفين يعني هون عندنا ال 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 الشيء يمكن هي شنطه ولا ما اعرف شو شباب، راح ندخل ونشوف مع بعضنا حبايبنا. هذا السكين الاول، هذا السكين الثاني شباب، اوكي. طبعا هون عندنا سبع احجار، اوكي مثل ما انتم شايفين حبايبي. هون عندنا اول واحد فيه يلزمه ثلاث اقنعه وسبع احجار. ويلي 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 ليديز اند جنتلمان، خلينا ننتقل على الثاني ليديز اند جنتلمان. هذا الثاني يا اساطير كمان برجع بكرر يعني فرجتكم، هذا الثاني حبايبي اوكي. مثل ما انتم شايفين كمان هون حبايبي لازمه خمس احجار واثنين من الاقنعه. طبعا عشان عم بعمل لكم زوم عشان يعني مرات فهمت علي حبيبي والله. اوكي هذا الثالث، هذا الثالث، لا هذا الثالث، هذا الثالث شباب الازرق، اوكي يعني كمان شيء مرتب شباب، شيء حلو يعني تغيير شاسع بكل السكنات شباب بالنسبة للحاضر يعني فهمت، غيروا الموديل وكلش اوكي. نفس الشيء شباب هون عندنا هذا، نعمل لكم زوم، عندنا هذا اربع احجار واثنين من الاقنعه ليديز اند جنتلمان. بالنسبه لهذا الاخير شباب والاقل واحد حبايبي، عندنا هون واحد من الاقنعة اوكي وثلاثه من الاحجار حبايبي الكرام. عندنا هون الشين طبعا نقدر نبدله اكيد بالحاضنه الام 60. طبعا شباب عم نسبق لكم الاحداث حبايبي اوكي. طبعا الحاضنه هاي راح تنزل اكيد الايام الجاي بسيرفرنا حبايبنا اوكي. لهيك يا اساطير خلينا نشحن الجواهر، تمام، نقول بسم الله ليتس جو. سوري سنجل تمن نجي هون خير. طبعا شباب عشان شوي جوال شباب نحاول نحصل يعني لنجرب حظنا شباب اوكي. طبعا هون شباب عندنا لفه 180 اوكي، عندنا هون واحد حجر هون تمام، شيء مرتب حبيبي والله ليتس جو. اوكي حبايبي هيك راح نعمل ايه، نشحن الجوال يا اساطير. خلينا نشحن 2200 جوهره اوكي تقريبا اوكي. خلينا نشوف هون، شوف عندهم ما في عندهم شيء عروض مع عروض واشياء باللوز حبيبي والله ما في. اوكي شباب انا كثير متحمس الان اوكي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله يكون حظنا حلو، كلوز اللوز وليتس جو. اول خمس لفات ليديز اند جنتلمان ليتس جو. هذا نشوف ان شاء الله شي قناع بين قناع ولك عاش لك عاش القناع شباب، عاش القناع، عاش اول قناع شباب حبيبي والله لوز اللوز، اول قناع شباب، اول قناع شباب الحلوين، اول قناع فيري نايس. يلا بدنا هلا احجار، هلا لازم شويه احجار شباب اوكي. طبعا رح نحاول شباب شوف شو راح يصير معنا. اهم شيء شباب انه فرجيناكم الحاضر حجر ولك عاش حجر كفو والكفو. اهم شيء شباب طبعا ما ادري باقول لكم انا فرجيناكم الحاضن شباب، الحاضن يعني شباب اوكي ليتس جو. بعدين ما راح احرق كثير شباب لانه مالي بدل السيرفر شباب، بنتظر لما ينزل الحاضن بسفرنا بنحاول نجيب يعني اهم السكنات حبيبي والله. ابلع قناع ولك عاش قناع، عاش قناع شباب نايس نايس. خلينا نشوف شباب هيك عملنا قناع، اهم شيء عملنا قناع حلوه تمام لوز لوز. يلا روح ان شاء الله يطلع لنا شيء حجر حبيبي والله، حجر معلم، حجر بيض بيض، حجر بيض، بدنا حجر شباب، بدنا حجر هلا. ليتس جو. حجر بيض 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 يا اخوي بيض ان شاء الله، حجر حجر شباب ليديز اند جنتلمان. طبعا شباب اقل واحد هنا عندنا نضل، هلا هيك بنضل نحصل على هذا شباب، اوكي؟ شيل تمام. يلا خلينا نفتح نكمل معلم، حبيبي والله. التمانو التمانو يا بوي. ان شاء الله شيخنا شيخنا وحجر. هنا وحجر معلم يلا ولو. بيض 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 بيض. اوكي شباب يلا يلا بسم الله الرحمن الرحيم، ان شاء الله يطلع لنا شيء حجر، شيء حجر شباب، حجر لديك ثلاثه. حلو عم بيعطينا ثلاثه هون، عم بيعطينا هون، عم بيعطينا لدينا اثنين، حلو شيء مرتب. يلا ليتس جو شباب التمانو يلا يا جميل، نعرق ابو الحاضنة. ابلع حجر نايس معلم، نايس 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 حبيبي والله.
أملنا هيك شباب، خلينا ندخل نشوف شباب، أملنا هذا وأملنا هذا، أملناهم هذول يا شباب. أوكي حبيبي والله لوس، يلا نكمل حبيبي 180 ليتس جو. ابلع حجر عاش حجر التمانو ويلي 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 وي بيض 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 بيض. اوكي شباب ما شباب بدي احاول عشان بشغل بشكل سريع شباب، نروح نغير الشخصيه، نحط جربها على شخصيه بنت شباب، هذا الشيء ما جربنا سوينا جرب هيك، شوف شو راح تصير بالحاضنه لما ندخل على الحاضنه. اه هاي بالنسبه للبنات شباب، اوكي هيك شكل الحاضنه بتكون للبنات يعني منيح، برجيناهم عشان البنات يعني. طبعا مثل ما انتم شايفين هيك حبيبي والله شيء تمام، لوز اللوز طبعا هذول الحاضنه شباب يعني بتصير للطرفين يعني اوكي، يعني سنة البنت والصبر والشاب بنفس الوقت. اوكي يلا شباب نضرب اللفه، شوف حظ البنات، شوف حظ البنات معلم، حظ البنات بيض 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 معلم، بيض بيض ايه تمام، حظهم بيض والله حظهم بيض معلم. اوكي شباب صراحه يعني انا الاول شاب ما اعرف، انا حاسس انه خلاص ليش حنجوهر شباب، ليش حنجوهر يا اساطير، ليتس جو نبعث اللعيب معلم معلم حبيبي والله. واحد بعد مين نحرق قبر حاضنه يا اساطير حبيبي والله شباب التمانو ابلع هيك شباب، شحنا جوهر كمان اوكي ليز انجل تمان، خلينا نكمل شباب طبعا سلطق يعني البنات ام سوري، حظنا كان لوز حظنا كان لوز بكل خنس، الله يرضى عليكم حظنا كان لوز بكل خنس. اوكي يلا كمل التمانو يا بويا، شو قلت لكم شو قلت لكم شو قلت لكم، ومع حجر كمان كلا خنس يا اخي كلا خنس شباب. فرج 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 معلم فرج معلم، خلص خلص روح روح يا جميل، هاي صار عندنا خمس اقنعه على الشباب التمانو، بس بدنا شويه احجار يعني معلم، شويه احجار قول بلش بالاقنعة عليه خبله، خلص السبب صار معنا كم قناع صار يا الله، ثلاث ست اقنعه على الشباب والاحجار امنا الاحجار يعني اوكي، بس الله بدنا شويه احجار اخوي، شويه احجار الله يرضى عليك، شويه احجار معلم، حجر ما في حجر، حجر معلم ما في حجر، ولك جيب لنا حجر حجي وخلص ما عاد يعطونا احجار شباب، خلص اللعبه حبيبي والله يعني فهمتني، خلينا نضرب واحده واحده نشوف، حجر ولك عاش حجر، كفو كفو ان شاء الله شي حجر بيض. اوكي شباب حبايبي ركزوا معي كيف تمام، عندنا هون سبع احجار اوكي، عندنا هون سبع احجار شباب تمام، بدنا نجيب الاول تمام الاغلى واحد، شو رايكم يا اساطير؟ اوكي شباب هيك شباب بدنا نجيب اغلى واحد تمام، راح نجربه على البنت والشاب اوكي، ووضع اللوز اللوز شباب تمام، الحاضنه الجديده شباب حبيبي والله، تنشوف الشكل يا سلام عليك تمام شباب، روح على البنت شوف شكل البنت يعني ضروري نشوف شكل البنت كيف يكون تمام، هي نركبها شباب تمام شباب، حسيت على صناديق كثير، تعالوا تعالوا نفتح الصناديق شباب اللي هون اوكي، طلعنا شيء اسطوري شباب، تعال هون حبيبي والله بيض ما في شيء، الام 14 نعمل تزويد معلم، نعمل كل شيء تزويد، خلينا نعمل كل شيء تزويد، هل يمكن نستعمل الاسلحه هون عندنا، طلعنا ثلاث اشياء شباب حلو، طلعنا الصناديق هذول وهذا كمان معلم، نفتح كل شوي صار عندنا اوتومانو حبيبي والله، هيد الام 4 الام 4 شباب يا بوي بيض بيض، يلا يلا معلش الاي كي نجي لهون حبيبي والله، قول لي احصى شيء هون دايم، وهذا كمان دايم حبيبي والله نايس، وهذا كمان والله حلو، يا ليش اشياء الصناديق التعبانه بيجونا دايم شباب، الا هذول ما بيجونا دايم حبيبي والله. اوكي شباب كثير متحمس هذا بالنسبه للبنت شباب، ليك شباب راح نبلش اول شيء نجربه بشخصيه البنت تمام اوكي، ومن بعد نشوف الباقيه يا اساطير، هنجي نشوف اليوم حبيبي والله، يلا ليتس جو شباب ندخل تدريب، ندخل تدريب شباب نشوف الشكل الحبيب والله السكن الجديد حبايبنا ليتس جو يا بوي، شوف شغله باللعب شباب، شوف شكله باللعب، ناخذ صبر سنايبر بدون نقاش ايه تمام شباب حبيبي والله، تعال هون وين هذا دبل سنايبر شباب، ندخل فيهم شباب تفرجوا لي على السكين شباب، خوف شوي خوف شوي شباب، حبيت نجرب شغله شباب نشوف الـ 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 الحقيبه، هل يا ترى هل هي مع تجي الحقيبه مع ولا كيف، ايوه شباب شايفين كيف الحقيبه، طبعا هالحقيبه يعني اسطوريه مثل ما انتم شايفين
والله يعني بالنسبه يعني ما يعني الحقيبه ما ما اعرف اذا لاحظتوا يعني الحقيبه يعني ما بتاثر كثير على السكن يعني هذا الدولاب هذا الورا. اوكي خلينا نحط حقيبه ترين، حط هاي الحقيبه اقوى وحده يعني مو اقوى وحده اكبر وحده ليفل 3. خلينا ندخل لهون على ساحه التدريب شباب ونشوف الوضع. ليديز اند جنتلمان اتمانو يا بوي يا بوي، هات نشوف معلم اللعب كيف حيكون هون. لا بس ما شفنا السكين شباب، بدنا نشوف السكين هيك على رواق. طولي بالك طولي بالك معلم، شوفوا لي السكين شباب، شوفوا لي السكين شباب، والله شيء معلم لوز اللوز شيء لوز. هذا عم بضرب فيني معلم، قول لك ول 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 يخرب بيت سنتك منك له. تعالوا هذول شباب، هذا السيرفر البمبرجاني ولا التايلاندي ولا الهندي ولا الاشياء هذول كلها على بعضها معلم حبيبي، والله هذول معلم ما يمزحوا، عندهم بينج عالي. انا عندي البينج عالي، انا عندي البينج ناقص، انا يعني كويس البينج عندهم، انا بينج تعبان شباب. ابلع 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 والله شباب اسكراحة السكين ايش مرتب ايش مرتب شباب ريلي اتس كول، والله شيء مرتب شباب، شيء كثير حلو لوز ايش مرتب شباب. يا سلام عليك، خليني اعمل لكم شيء زوم شباب للسكين، وقفوا شوي نعمل لكم زوم للسكين باللعب. تعال هون يا بوي، هذا راح يبربرني شباب، راح يبربر الوضع معلم. اوقف اوقف شباب السكين شباب، خلينا نفرجيكم السكين يا صديق، هذا هو السكين حبايبي. يا سلام عليك يا سلام عليك معلم. خلينا نطلع شباب نجرب شخصية البنت الان، نشوف السكين على شخصية البنت شباب، نشوف وضعه على شخصية البنت. تمام ليتس جو، نجي لهون نجي على الشخصية. اوكي بنت كيلي، كنت راح اقول كلا، والله موكا كمان مش مرتب. خلينا على كيلي معلم، يلا ندخل على كيلي شباب نشوف السكين شخصية كيلي. ليديز اند جنتلمان للبنات يعني مشان نعمل تعادل، فهمتوا علي كيف. اوكي شباب بالنسبه لشخصيه البنت بنات مش بكبر، راح نقول اوكي بنات، طبعا في بنات وشباب يعني بيلعبوا بالبنات وهذاك وهذاك حبيبي والله. اوكي اوكي شباب عندنا رقصه هنا هذوكن كمان حبيبي والله شيء مرتب، هذا هو السكين شباب بالنسبه للبنت. اوكي 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 هلا 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 شباب ركزوا معي، اذا ما راح جربته باللعب هذا راح اقول بنات، قال لك ليش ما جربت سكين اللعب ليش بس شباب لهيك راح ندخل نجرب. اوكي شباب الحلوين ليتس جو، ناخذ هالمره ناخذ لهم بربر، ناخذ بربر حبايبي نجرب ابو السكين يا بوي يا بوي. طبعا حبايبنا بعد شوي ان شاء الله راح نطلع لايف على الفيسبوك شباب اللي تعالوا اهلا وسهلا، راح احط لكم كل ما عليكم تكتبوا عليكم معلم، تكتبوا الفيسبوك عليكم بيكون عندي معلم السكين ورشتات ورشتات معلم. تعال هون تعال هون تعال هون يا جميل، والله شيء بنفسي معلم. ووب ول ول يخرب بيت سنتك، شو عامل هذا حجي حبيبي والله. بس والله شباب لازم نجرب الحقيبه على البنت كمان بنفس الوقت، يعني بما ان احنا هون وهون خلينا نجرب حقيبه ليفل 3 هيك على السريع يا شباب. يعني والله اني شايف يعني هذا انا كنت يعني كيف اشرح لكم، انا كنت خايف انه هذا الدولاب هذا شايفين معي كيف هذا الدولاب يعني كان راح يخرب الوضع بكل شيء فهمتوا شباب، بس ولكن صراحه يعني اتس اوكي okay. ماشي حاله اوكي ليز اند جنتلمان. خلينا ندخل على اللعب شباب، نكمل اللعبه يا شباب، نكمل كم لعبه كم جيم هيد شوت، لازم نجيب لهم هيد شوت ونضرب السيرفر طول طول. هذول وين 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 ما بيحكم وين يا شباب، على البربر بربر معلم بربر يا قلبي بربر. تعال هون تعال هون تعال هون يا جميل، ابلع ولا تعال هون تعال هون تعال هون تعال هون تعال هون تعال هون حبيبي تعال واحد وراي شوت شباب بنات. يكفي للان ليديز اند جنتلمان حبايبي الكرام، شو عجبكم المقطع يا اسطير، ان شاء الله استفدتوا معنا بهذا المقطع حبايبنا. بتشكر كل اسطوره شباب عم يتابعنا اخر فترات، بتشكر كل اسطوره كل اسطوره اسطوره انثى واسطوره اسطوره اسطوره انثى بالشو اوكي حبيبي والله فهمتوا علي. نسيت حبايبنا بنشوفكم ان شاء الله ان شاء الله بعد شوي على اللايف على الفيسبوك حبايبي، تعالوا اهلا وسهلا، وشو عجبكم المقطع اوكي لا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتاجات، هذول الشغلات اللوزيه بتعملوها دائما حبيبي والله. ولا تنسوا حبايبنا بتشكركم على الدعم اللي كمان عم تعملوه بقناتنا الثانيه يا شباب، الله يسعدكم حبايبي. لهيك شباب كل شخص جديد اهلا وسهلا، تعالوا شباب بتحبوا الجلد والهيد شوتات والاحمر والاصفر كلها مع بعضهم شباب، كوكتيل كوكتيل اوكي. تروحوا على القناه الثانيه يا شباب تفرجوا علينا كمان شيء اسطوري حلو. سو نشوفكم على خير، نشوفكم على اللايف، سلام عليكم.